اليوم انت ديجا كنت قالوا سي محمد سمع عليك ماشيين فرد ثنيه معناتها انا الحمد لله يا ربي اللي تعدينا البريود الاخرانيه بغسره صغيره اللي هي غسره اللي كانوا تحيرنا على سياده الرئيس قيس سعيد وانت والله علاش هذا؟ بارك كمل احكي ليه سامحني كمل ليه كمل احكي بالحق اخي كي انت ما فهمتش علاش ضحكت تحب تكمل اضحك اضحك معناتها كي انا خاطر السي قيس سعيد هو اخي رئيس شكون؟ رئيس موريتانيا مو رئيسنا نحن رئيس التوانسه والتوانسه هي اللي انتخبته انا كي يمرض رئيس الجمهوريه سي نورمال نتحير على تونس نتحير على بلادي هذا كلام صحيح ومراعنا كان الاشاعات ودرا شنو اللي راهو بلادنا ما عادش تتحمل الشيء هذا بالحق ما عادش تتحمل الاشاعات يا اخي سامحني ما يمرضش يا اخي شكون يمثلني انا كمحمد العربي المازني مواطن تونسي جنسيه تونسي شكون يمثلني في البلدان الاخرى؟ ما هو اللي هو رئيسي اللي هو السيد قيس سعيد مش بيك حد اخر كي يمرض ولا حاجه نقولوا يمثلوا هاو داخ وتمثلوا كذا علاش شنو علاش جاتك انا يقصد في عادير موسي وسامحني بيصير ما فيش شكون وهذه معناها سامحني هي كابتيرك انت حر فيها هذه معناها باش نتحيروا احنا وهذا موضوع معناها موضوع بيصير يا سامحني سامحني انا ناكدك انا موضوعي انا موضوعي تو قفه الزوالي لا اسمعني والمال مقصوص قفه الزوالي انا شعبوي والمواد المقصوصه هذيك موضوعي اسمعني قفه الزوالي ان شاء الله لا قفه الزوالي حياتي كامله نحكي عليها مش وقفنا مع تقليل قفه الزوالي اما لا انت تو تتكلم محمد بالسنه سي محمد دقيقه سامحني سي محمد انت قاعد تتابع في الشان السياسي والله سي محمد انت ما شفتش المجموعه معناتها المجموعه نتاع المجموعه اللي ربدوهم رضا بالقلب وكذا سامحني خلي شعر لا بليز سامحني قاعد نكمل لا سامحني ما نحكيوش مع بعض تفضل خلينا نسمع هو باش يخموا انه معناتها باش يعملوا انتخابات كذا والراجل معناتها مريض يا ذي تعملت قبل في وقت الباجي قايد تعملت ولا ما تعملتش وما حاسبهم حاجه اول حاجه هو انسان هو انسان ورئيس دوله معناتها يلزم معناتها الناس يعرفوا مقام مش معناها رئيس دوله وراه اول واحد وقع انتخابه بزوز ملايين و700 وي مش فادليك مش فادليك معناتها اللي ما انت سي محمد سياري من مناصرين قيس سعيد مش قضيه مناصرين انا الساعه هذاك رئيس دوله رئيس دوله رئيس جمهوريه يطيحوا قدر رئيس دوله معناتها قدرات الناس كلها تحت وليس ما هذا هو اللي كامل هذا شنو اللي صاير في بلادنا نحكي يا تقزيم الوزراء تقزيم كل انسان مسؤول صحيح حكيتوا انتم اللي سالتوا خليه يكمل كلمه انا مثلا نحترم زيس عبير موسي بعد السياسيه نافذه على ذكر عبير موسي هاك تتضرب بالقلم ونسكت هاك تتضرب بالقلم تقول تمثل خاطر ما كملتش انا وقسيت عليه انت محمد قسيتها مع كامل احتراماتي ليك صديقي خويا انت تحكي بلا دقيقه لا 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 خليه يكمل خليه يكمل ما تقدر شنو كذا انت كان مرضت عبير موسي كان خذيت كبرت عبير موسي بشويه هواء ولا خذيت بر صدق محمد بوست الخروع اللي في تونس كل ما يقلع ويلفها بي والله العظيم تعرف شنو عبير موسي عبير موسي تتعشى عبير موسي تتعشى محمد بوست يعمل مارش باش يهضم فهمت انا رئيس دوله انت تو انت كان تنكت تو مش نكت تحكي بالحق انا مانيش شامت راهو بالعكس انسانيا كما قال سي محمد راهو كنا راهو يلزمنا نسالوا على مسؤولين ونسالوا اما نعاملوا الناس الكل سواسية كيما الاستاذ عبير ولا اي وشكون اللي خرجتهم هو خلاهم هما يتكلموا ويبثوا فيها الشعار هو ما حاسب حد السيد هذا هو قاعد يحاسب تو في الشعب التونسي وين قفة الزوالي اللي عاد نرجع لك انا نحملوا مسؤوليه الدعوه بوليتيك ما تنفذوش من ماهيش باش نرجع اما هو على الكبسوله هذيا كان انا كي نحكي انا على استاذ عبير موسي ولا كذا تحبوا تقلوا وتقلوا ياكم تقلوا هذا موضوع في عندنا مواضيع ما اهم شو اي كي كان كان معناها لا قدر ربي فعندها حاجه عبير موسي نخليك عدي كابتور وتمنى لك الشفاء ما يجيش يحصل يعمل ثلاث ايام حيدير اسمعني انا راهو شوف راهو من قيمنا ومن اخلاقنا راهو لا نشمت ولا في مرض ولا في حبس ولا في حتى شيء فهمتني ربي يفرج على الناس الكل الشفاء العاجل رئيس الجمهوريه هو لاباس عليه نتمنى بالطبيعه نتمناه الشفاء العاجل للناس الكل باهي واضح لا حتى شيء بس انت انا والله ما انت ساره ما انت من انصار عبير موسي هي كيكه حاجه كيما انا كيكه ونتشرف زيد خاطر مره تو جهد مخي هكا وانا نخمم مره هبطت فيديو على انستغرام هو اغنيه معناتها هي تنقد في السياسيين الكل وديجا اكثر عبيد سبوني جماعتك
جمعتكم انتوما معناها انا المراه بالحق والله انا نعرفها ما نعرفها ناشطه سياسيه غير كيما الراه ديخه على الفيسبوك شنو الفيديو شنو شنو ليه علاش كل ما نوصلوا للسياسه هي الكونتينيو نتاع الفيديو شنو شبيه خاطيتني ولا عندي معاها زي هي مش ناشطه هي رئيس الحزب الدستوري الحر هي انت شنو هي الكونتينيو نتاع الفيديو شنو هي الشعب التونسي ينقد في السياسيين الكل خاطر ما قدموا حتى شيء معناها حطيتوا ناس كل فرد سله بيان سور يا اخي انتم ماكم كل واحد تجبد في البلاصه علاش هذا فيسبوك ولا مريتش من فيسبوك ولا فين هذا في الانستغرام انت يا مي معايا على انا ساعه ما عنديش انستغرام ومانيش اول مره نتعرف عليك وحصل لي شرف اما مادام انت باش توصل معناها كانت تتاول على الاستاذ عبير موسي تو نعمل انستغرام انا ما عنديش ونجي مش نسبك ننقدك خاطر احنا تساتر راهو ما سبوش راهو انستغرام ونجي اي تنعمل بالذمة اليوم تنعمل انستغرام هو يعمل انستغرام النحيه ونكش بروباغندا تو بعد هنا هذا دستوري ولا خل انا ما عنديش والله ما نعرف انا انسان ما عنديش دخل في السياسه ما نحكي متابع معناتها جيد لكل انا بدي ما جيناش باش نحكيو عن الانتماء لكن بالنسبه لي انا السياسيين معناتها ماهوش شر لابد منها بالعكس خير لابد منها معناتها التوانسة مع بعد وقت اللي صارت الثورة كانوا في حاجة لبرشا سياسة وعلى ذلك كثروا السياسيين كثرة الأحزاب وهذا حاجة ديمقراطية والبلاد أكيد الثورة معناتها ماشية باش تجيب ثمارها والبلاد معناتها باش توصل تكون ديمقراطية وننساو بالطبيعة مهم برشا الأمور الاقتصادية لازم باش تتصلح وما هيش باش تتوالى معناتها الحكاية المهم معناتها نحبوا بعضنا كسياسيين مش نستناو معناتها كي واحد يطلع لرئاسة وإلا يكون يشد منصب نستناو كيفاش باش نطيحوه باش واحد يشد في بلاصتو هذا هو باهي كابتور نختموا معاك كابتور شنو عاد كابتور واحد لا ازلمت وريت عارف